مساء الخير سهام، مساء الخير زملائي في الاستوديو المركزي. اذا نحن متواجدون على مستوى مقر الحماية المدنية لولاية بجيدة، اين تم اخماد كل الحرائق هنا اليوم على مستوى هذه الولاية، اين كانت مشتعلة في العديد من قرى ودوائر الولاية مثل دائرة توجا، بنكسيلة والعديد من المناطق. الحمد لله بفضل تضافر جهود الحماية المدنية، الجيش الوطني الشعبي والمواطنين، تم إخماد كل هذه البؤر التي كانت مشتعلة ليلة أمس. ولمزيد من التفاصيل حول آخر الإحصائيات على المستوى الوطني، يحضر إلى جانب السيد يوسف عبدات المكلف بالإعلام لدى مصالح القيادة العامة للحماية المدنية. سيدي، ما هي آخر الإحصائيات فيما يتعلق بالنيران التي اشتعلت في العديد من مناطق الوطن؟ الحمد لله، تم إخماد قبل قليل حريقين بكل من ولاية بجاية وولاية البويرة، ليصبح العدد الحرائق حريقين فقط. الآن عندنا حريقين فقط على مستوى ولاية سكيكدا، وهذا الحريقين متحكم فيهم 100%، يعني الحريقين متحكم فيهم 100%. تم إخماد نهار اليوم 13 حريق، وين ليلة الأمس تم إخماد 67 حريق، وسخرت الحماية المدنية الجزائرية لإخماد هذه الحرائق في هذه الأيام 8000 عون بمختلف الرتب، وأكثر من 500 آلية تدخل، بالإضافة إلى طائرات الإخماد، 6 طائرات إخماد ذات سعة 3000 لتر، وطائرة إخماد بي 200 ذات سعة 12000 لتر، بالإضافة إلى مروحيات الحماية المدنية ومروحيات الجيش الوطني الشعبي. الحمد لله تم إخماد الحرائق والتحكم فيها، وذلك بفضل الجهاز الأمني الخاص الذي وضع أو نصب منذ 20 جوا لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، والمقدر عددهم ب 65 ريتل على المستوى الوطني، بتعداد 3770 عون بمختلف الرتب و 650 شاحنة تدخل. بالإضافة إلى ذلك دعمت هذه الأرتال بمفارز جهوية، مفرزة على مستوى ولاية شلف، مفرزة على مستوى بليدة، مفرزة على مستوى ولاية البويرة، ومفرزة على مستوى ولاية طرف لدعم الأرتال المتنقلة، بالإضافة إلى 505 وحدة حماية مدنية متواجدة بقطاع غابي بتعداد أكثر من 15000 عون حماية مدنية والوحدة الجوية. كل هذا وضع مسبقا من أجل مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. بالنسبة لهذه الحرائق، وبفضل تضافر جميع الجهود، الحماية المدنية، الجيش الوطني الشعبي وجميع الشركاء والفاعلين، دون أن ننسى الهبة التضامنية الكبيرة من طرف المواطنين، أين تمكننا من إخماد تقريبا جميع الحرائق. يبقى حريقين فقط على مستوى ولاية سكيكدا، وكما أشرت متحكم فيهم 100%. جدير بالذكر أنه على مستوى ولاية بجاية فقد تم تكفل بجميع الجرحى المصابين بجروح جراء الحرائق، أما المصابين بحروق من الدرجة الثالثة فقد تم نقلهم إلى الجزائر العاصمة بأمر من السلطات العليا للبلاد، وهم الآن يتواجدون بمستشفى زيرالدا المختص في الحروق. هذه أهم التفاصيل، العودة إليك سهام. شكرا لك ملك درحمون، ولضيفك الكريم، كنت معنا من بجاية.